السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامجكم جنتي. من الآن وعلى مدار ساعة ونصف تقريبا احنا في انتظار تواصلكم معنا، سواء عبر الاتصالات أو عبر الرسائل على صفحة اقرأ على الفيسبوك. وزي ما احنا متعودين دايما بنجيب لكم أحدث الأخبار والدراسات اللي بتهم كل ست بتتفرج علينا في جنتي. أول خبر معانا النهاردة بيتكلم عن رائحة الجسم. بيعتقد الكثير ان العرق هو السبب في رائحة الجسم، والحقيقة ان العرق ملوش ريحة. يعمل العرق على تنظيم حرارة الجسم وتخليصه من الفضلات السامة، لكن في عدة عوامل بتساهم في انتاج رائحة الجسم، منها العامل الجيني، النظافة، انخفاض السكر في الدم، امراض زي امراض الكبد، الضغوطات النفسية زي الغضب والخوف والإثارة، اضطراب التمثيل الغذائي اللي بيؤدي للإمساك، وده لأن الكتلة الغذائية بتبقى فترة أطول في الجهاز الهضمي، مما يعطي فرصة للمواد المسؤولة عن الروائح أن تذهب مع الدم عندما يكون الجلد منفذ للتخلص من تلك المواد. طيب الحل إيه؟ طبعا النظافة معروف حلها، إنما بقية الحاجات فينصح بشرب الكثير من المياه لأنها له فوائد كثيرة، منها معالجة مشكلة رائحة الجسم من خلال التخلص من السموم في الجسم عن طريق البول، ومن ثم تقليل كمية العرق بمعنى تغيير مسار خروج الفضلات السامة من الجسم، وينصح شرب ما لا يقل من 8 ل 10 أكواب من الماء يوميا. الخبر الثاني بيتكلم عن فائدة رهيبة للزبادي. أكدت الدراسات أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن، حيث يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ، وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم، كما يؤدي تناول الزبادي إلى حرق الدهون في الجسم وتقوية العضلات. وأفضله الذي يحتوي على الكالسيوم لأنه بيحفز الجسم على حرق الدهون وعدم تكوين كميات جديدة منه، في حين أن الغذاء اللي هو الزبادي قليل الكالسيوم بيزيد من إنتاج إنزيمات منتجة للدهون. أما قيمته العلاجية فتتمثل في تقليل الإصابة بمرض السرطان وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، مع مقاومته للالتهابات الطفيلية والبروتين الموجود فيه، بيستطيع خفض ضغط الدم لو حد بيعاني من ارتفاع ضغط الدم. زبادي تعلمنا النهاردة أنه مفيد جدا ويفضل تناوله خاصة بالليل. متى تصبح الحنة خطر؟ الدكتورة ليلى بن عمار أخصائية في الأمراض الجلدية بتتحدث عن الحنة اللي بتستخدم لأغراض تجميلية سواء على الشعر أو الجسم وكمضاد حيوي لتطهير الجروح والتعفنات البكتيرية والفطريات. الحنة عبارة عن أوراق خضراء بيتم طحنها وبتعطي لون أحمر يمكن وضعه على الرجلين واليدين. أما الحنة السوداء فبيتم خلطها مع عدد من الأعشاب كي تعطي اللون القاتم. بتشير الدكتورة إلى أن أضرار الحنة الحمراء قليلة ونادرة جدا، أما الحنة السوداء فهي بتسبب أحيانا حساسية، وده ناتج عن نقص في الإنزيم في جسم الإنسان بيؤدي لأكسدة الكريات الحمراء وقد تدفع إلى الوفاة، ربنا يعافينا جميعا. وهذا النوع من الحساسية يحدث عند تناول الفول الأخضر، لا يوجد حنة طبيعية سوداء اللون. يبقى من الآخر كده الحنة دي بيتم خلطها بمواد كيماوية، وغالبا بتكون هذه المواد هي من الحجر الأسود الذي يعتبر مادة سامة جدا. آخر خبر معنا النهاردة بيتكلم عن الحالة النفسية وإزاي جلب السعادة. كلنا عارفين أن الشوكولاتة هي أكتر حاجة بتجلب السعادة لما ناكلها. الجديد بقى النهاردة أن احنا هنتكلم عن البصل. أفادت دراسة طبية بريطانية أن البصل يعد من أكثر الأطعمة التي تجلب السعادة والشعور بالمرح والسرور، يليه الجزر والفول والموز ثم البطاطس. وأجريت الدراسة على 100 من السلع الغذائية الأساسية رخيصة الثمن لمعرفة مدى السعادة التي يشعر بها الإنسان بعد تناولها، حسب ما ذكرت صحيفة The Daily Express البريطانية. ومن المعروف أن الشوكولاتة هي سر السعادة كما هو سائد، لكن في هذه الدراسة تفوق البصل وتصدر رغبات من شملتهم الدراسة على أطعمة أخرى مشهورة بجلب السعادة زي الشوكولاتة والكيك. من جهة أخرى وحسب ما ذكرت صحيفة الرياض، قال باحثون بجامعة بيرن في سويسرا أن تناول البصل باستمرار يفيد في الوقاية من هشاشة العظام خاصة عند السيدات المسنات. يبقى البصل بيضيف سعادة للي بياكله، بتهيألي ممكن يضيف تعاسة للي حواليه.
المهم دلوقتي خلصت فقرتنا، فقرة الأخبار، وعايزين بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنطلع فاصل ونتكلم عن غذاء الروح، محتاجين نجدد إيماننا مع الداعية عمرو بهران بعد الفاصل. لأننا بشر فطبيعي أننا بنغلط، ولأننا مسلمين الحمد لله فطبيعي أن احنا بإذن الله بنستغفر ونتوب، لكن بنرجع نغلط تاني وهكذا، وده شيء طبيعي. إنما لازم نخلي بالنا كويس قوي أن كثرة المعاصي بتسبب ضعف الإيمان. النقطة التانية اللي برضو بتسبب ضعف الإيمان هي واقع الحياة. للأسف احنا في مشاغلنا وفي حياتنا، في مشاكلنا، حتى في أفراحنا بننشغل وبننسى الروحانيات. اللي عايزه اقوله ان احنا ضعف الايمان دول ممكن يكونوا السببين دول، انما في اسباب تانية كتيره جدا هنعرفها النهارده، وهنعرف ازاي نجدد ايماننا. هو ده اللي كلنا اكيد محتاجينه مع الداعيه عمرو مهران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه كده، يعني احنا بنتكلم عن ضعف الايمان وعايزين نتكلم عن تجديد الايمان. قبل ما نتكلم عن النقطتين دولت، ايه هو الايمان؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين كلهم طيبين. خلينا نتفق إن الإيمان المقصود المرتبط بضعف الإيمان وتجديد الإيمان، الإيمان اللي مقصود هنا مش إيمان العقيدة، مش الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحسب إن كلنا بإذن الله مؤمنين بالله وكلنا موقنين بوجود الله، ومش ده الموضوع اللي بنتكلم عليه أو ده اللي نقصده. مقصود الإيمان في المساحة بتاعتنا اللي احنا عايشينها هو الإيمان واستشعار قرب رب العالمين، هو الإيمان بوجود رب العالمين أو شهود وحضوره في دنيتنا في حياتنا. الإيمان بالضبط، الإيمان بمراقبة رب العالمين لنا. أنا مستشعر ومصدق، ما أنا مؤمن يعني مصدق، أنا مصدق أن رب العالمين مطلع عليا ال 24 ساعة. هو ده الإيمان اللي بيزيد وينقص، هو ده الإيمان اللي بيكون ليه فتور وليه بهجة وفرحة. حضرتك عارفة كل واحد الإيمان ليه صور كتير. الإيمان عامل زي الحصن أو زي البيت اللي الواحد بيقوي جواه وبيحميه من عوامل كتيرة جدا، جو، مطر، أزمات، سرقة، لصوص. فالإيمان ده حصن منيع بيحمي الواحد. الإيمان ده حضرتك عارفه اللي عايش في شقه او عايش في فيلا او عايش في قصر بس عدى عليه 50 سنه ما عملش فيها حاجه، حضرتك فاهم قصدي ايه؟ المكان اللي بيحميه دوت هو ده ايمانه. فعلى قد اهتمامه بيه وعلى قد تجديده ليه وعلى قد حرصه عليه، على قد ما هو يستفيد بيه. ايوه فهمت النقطه. فهو هو استشعار حضور رب العالمين واستشعار شهود رب العالمين واستشعار رؤية رب العالمين واستشعار مراقبة رب العالمين، هو ده الإيمان اللي احنا نقصده. نعم، الإيمان بحضور الله ونعم بالله. طيب، ضعف الإيمان أنا قلت في المقدمة أنه ممكن يكون بسبب مشاغل الحياة غصب عننا والتلاهي، أو حتى الحاجات الكويسة، الحاجات الدنيوية البحتة، وممكن يكون كثرة المعاصي برضو بتسبب ضعف الإيمان. حضرتك شايف إيه وتعليقك إيه، ولو في إضافة كمان؟ كلام حضرتك طبعا مظبوط. هو الدنيا بتسبب ضعف الايمان والمعاصي بتسبب ضعف الايمان، بس الاثنين دول مش هم الاساس. يعني هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا بهمل البيت اللي انا عايش فيه، انا بهمل الحصن بتاعي. فلما بهمل الحصن بتاعي بالوقت، هو الاول انا لما بهمله بيبدا التراب يعلو عليه، ويبدا الحاجات الحلوه اللي كانت فيه تبقى مش باينه، يبدا خلاص اللي باين التراب والسواد ومش قادر اتمتع بالحلاوه اللي فيه، فابدا ازهق منه، يبدا الباب يتكسر ما صلحوش، يبدا حاجه نجفه تقع ما شيلهاش. جميل التشبيه بتاع حضرتك، بارك الله. حضرتك عارفه بالوقت اللي يحصل تبدا الحرامية تدخل تاخد اللي هو ياخد اللي هو عايزه ويمشي، دي بقى المعاصي. يعني ده بيجي بفتره متاخره، قدام البدايه شوية. هي الاهمال، اهملنا اللي بالظبط. نعم. فهي المعاصي من اسباب ضعف الايمان. صحيح، من اسباب ضعف الايمان، من اسباب ان انا اشعر بان انا محجوب عن ربنا. طبعا، بس انا من الاول ما اهتمتش بهذه الفكره، يعني تجديد انا اهملت الايمان. نفسي. استاذ عمرو، انا وصلت النقطه وحضرتك يعني اكدها لي. تجديد الايمان مش مرتبط بضعف الايمان. انا ممكن في لحظه، مش لازم يعني استنى لغايه لما ايماني يضعف تماما ابتدي بقى اجدد الايمان. لا 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 لا، ده تجديد الايمان
كل لحظة، كل ما اشعر، كل يوم، كل اسبوع، كل بص حك، لو ما جددتش الايمان طول الوقت، يا بجدد وبعلى يا بضعف، ملهاش حل تاني. يا بهتم ببيتي وبحافظ عليه وعمال اطور فيه واخليه احلى واشوف الاجمل واعمله فيه حتى لو حاجه بسيطه، بس انا حريص عليه جدا وبلف كل يوم عليه كده اطمن ان كل حاجه سليمه وكل حاجه في مكانها، وممكن النهارده اعلق حاجه جديده، ممكن الاقي ورقه في الارض اكتب عليها كلمه جميله واعلقها. حضرتك قارني التعامل ده مع ان انا سايب بيتي عمال يسوق ما حاله بنظفوش يسوق حاله يسوق حاله، لحد ما وصل في يوم من الايام بقى اللي معدي يدخل ياخد اللي هو عايزه، الذنوب والمعاصي، لحد ما وصل في يوم من الايام بقى اللي عايز يبني حاجه البيت ده ملوش صاحب، حاجه قصدي ايه، يجي يبني اللي هو عايزه فوقيه جنبه عليه، خلاص ما فيش حد بيرعاه، بالوقت اتنسى. العافية منه. وهي دي الدنيا، بص حضرتك هي الدنيا بتنازعنا حاجه من الاتنين، يا اما انا عندي حصن يعني قوي انا حامي نفسي بيه وعايش جواه وهو ده استشعاري بالله وهو ده رؤيتي لرب العالمين وهو ده شعوري بحضور رب العالمين، فوقتها بيني وبينها مساحة في حاجة تحميني، يا إما أنا لوحدي أنا مش حاجة تحميني، فوقتها الدنيا تاخد اللي هي عايزاه بقى، الدنيا عايزة تاخدني للمال تاخدني، عايزة تاخدني للسلطة وتذلني تاخدني، عايزة تاخدني لأذية الخلق تاخدني. ده بيحدث بقى عند ضعف الإيمان، آه يعني بالظبط. دي ممكن نقول إن دي أضرار ضعف الإيمان. واقول لك حاجه، واحنا واللي بيحصل بقى بالذنوب الدنيا الايمان يضعف اكتر، يعني كلام حضرتك صح، هم بيضعفوا الايمان، بس هو مش اول مرحله، هي اول مرحله هي عدم الاهتمام، هو الاهمال، هو ضمان الايمان، ان انا ضامن ان انا مؤمن، انا مطمن، بص حضرتك انا مطمن وانا مؤمن بالله، طب ايه الدليل؟ الدليل ان انا لا إله إلا الله محمد انا رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، ده الايمان العقائدي بالله. طب تجديد لا اله الا الله محمد رسول الله مش موجود، فهي دي ضمان، عارف عليك زي الشعور كده اللي ضامن امه، انا مامتي موجوده ومش تزعل مني، يعني قصدي انا وما اتعامل كانش معاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم نجدد الإيمان. طبعا وحضرتك عارف النقطه دي انا كنت سمعتها من احد المشايخ، من الشيخ مصطفى حسني، ضمان النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة حضرتك عارفه والسلام. احنا ما بنبقاش حريصين ان احنا نرضيه، ليه؟ عارفين ان هو طيب قوي، وعارفين ان هو حنين قوي، وعارفين ان هو هيقف لنا. هيقف لنا وهيساعدنا، فحتى اصلي عليه كده، ده علاقتي بيه ان انا اصلي عليه لما اسمعه، دي بتحصل، ان يبقى في ضمان للنبي صلى الله عليه وسلم، ضمان لاهلي، لابويا وام ابويا وامي وهيسامحوني، فتعامل غلط وارد عليها وحش والا هم هيسامحوني انا ضامنهم، وفي ضمان لله، انا ضامن بقى بايماني لله، انا ضامن ان انا مع الله وانا راضي ربنا. طب ايه الدليل بقى على الكلام ده؟ وايه اللي بعمله عشان اقول ان انا فعلا حريص على ايماني بالله وحريص على استشعاري بوجود الله وحريص على علاقتي بالله؟ مفيش حاجه على الارض بتقول كده، الواقع ما بيقولش كده، فايماني عمال يتسرسب بين ايديا، استشعاري بحضور الله عمال يتسرسب بين ايديا، وعمال اضعف وعمال ابعد وعمال ابقى فريسه للشهوات وابقى فريسه للدنيا وابقى فريسه للشيطان، وانا عمال اقول انا مؤمن بالله، ومره واحده الاقي بيتي الرائع دوت اللي انا كنت بحلم فرحان بيه بيه. وبقول انا بيتي جميل وعمال اضحك على نفسي، مره واحده بيتهد ربنا يعافينا. يعني نعم. قدام عينيا وانا مش حاسس. حضرتك عارفه في حاجه يعني دكاتره النفس بيقولوها، ان بيقولوا حضرتك عارفه كبس النور يعني الزرار بتاع النور، بيقولوا ال القاذورات او بعض مكان العرق ومكان الدوس، الحته دي اكتر حته بتسود في البيت، الوحيد اللي ما يشوفهاش صاحب البيت، لان هو كل يوم عينه عليها فمش واخد باله. فمش واخد باله، لكن الناس اللي بتزوره هي اللي تشوفها وتعرف ان الحته دي محتاجه تنظيف، لكن هو عدم حرصه ان هو ينظر بعين مختلفه لنفسه ويسمع كلام ربنا ويسمع كلام النبي صلى الله عليه صلى واله الله عليه وسلم وسلم. فيتعامل بفكره الضمان، فيفضل يخسر 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 وهو مش حاسس. حضرتك عارفه انا تعرضت لموقف كده من شهرين ثلاثه، كتاب باحثة إنجليزية كاتبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكاتبة عن النبي بمنتهى القلب ومنتهى الحماسة، وهي مسلمة ولا لا غير هي مسلمة؟ مسيحية كاثوليكية، وبتدافع عنه بمنتهى الاستقتال، الله وبتقول إن هي ما شافتش أعظم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه حضرتك وسلم. عارفة وأنا بقرأ الكتاب أنا اتحسرت على نفسي، أنا ندمت، إزاي أنا مش ليل ونهار عندي هذا الشعور بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده ضماني للنبي اللي خلاها هي مستشعرة النبي أكتر مني رغم إن هي مش على دينه،
بس شايفه مقامه وقدره وحاسه بيه لدرجه ان قعدت 15 سنه تذاكر حياته. حضرتك قيسي والله ده علي وآله وسلم. على ايماننا، نفس فكره الضمانه، انا مطمن انا مؤمن ومع الله وبحب ربنا، فما بحاولش اعمل حاجه، هي ماشيه بقى وسايب نفسي كده للدنيا وسايب نفسي للفتن وكل حاجه تاخد مني، فهو ده الايمان اللي مقصوده. نعم بارك الله فيك. طب الله عايز أسألك يخليك. سؤال بقى، هو في حد إيمانه ما بيضعفش؟ لا طبعا يعني كلنا غصب عننا إيماننا بيضعف وبيزيد، ده طبيعي؟ حضرتك ده اصحاب النبي صلى الله صلى عليه الله عليه واله وسلم. وسلم، سيدنا حنظله راح للنبي صلى الله صلى عليه الله واله عليه وسلم وآله وسلم. وقال له يا رسول الله نافق حنظله، وفي روايه اخرى كان سيدنا حنظله قاعد حزين فجاءه سيدنا ابو بكر الصديق وقال له ما لك يا حنظله؟ فقال له نافق حنظله، قال له لما يا حنظله؟ وخده وراح على النبي صلى الله عليه صلى واله الله وسلم عليه وسلم. روايتين، راح على النبي وقال له يا رسول الله حنظله بيقول ان هو منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في ايه؟ قال له يا رسول الله بنكون معاك بنشعر بصحيح الايمان، بنشعر ان احنا مستشعرين الله، مستشعرين الفردوس، احنا قريبين جدا من العرش، بنسيبك وبنروح على بيوتنا وعلى اولادنا وعلى شغلنا بننشغل بالدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه الله واله عليه وسلم وسلم. يا حنظله انما هي ساعه وساعه، ساعه ساعة ساعه الواحد عالي جدا بس، وساعه في مساحه الامان، ساعه وانا في الدنيا بس، عشان انا كنت لسه دلوقتي في المقام العالي حضرتك عارفه بلعب في رينج المسموح. الفكره بقى ان انا ايماني ممكن يضعف لدرجه اللي احنا حكينا عليها. بالظبط كده لدرجه تانية خالص، ممكن يضعف لدرجه انا ما كنتش اتصورها. فهو بيضعف من عهد الصحابه كان ايمانهم بيضعف، اه بس ايمانهم كان بيضعف ان هم بدل ما كانوا شايفين الجنه وشايفين النار بيتشغلوا عن رؤيتها شويه، حضرتك فاهم قصدي ايه؟ يا رب يعني يبقى زيهم. يعني هو مستشعر رب العالمين طول الوقت، هو منشغل يعني شويه كده بانه بعض الاشياء وشايف فيها ربنا، بس سبحان الله. شايف الحاجات، هو زعلان ان هو شايف الاشياء، شايف الماديات. لكن حضرتك الفكره ان ممكن ضعف الايمان يصل مع العبد لان انا احجب عن رب العالمين، ربنا لان يحييك انا يبقى جميعا. فيه سد بيني وبين ربي. وحضرتك عارفه اعلى مقامات الايمان هو التعامل مع رب العزه، شيخ الجنيدي كان بيقول ظللت اكلم ربي 30 عاما والناس يظنون اني اكلمهم، انا قعدت 30 سنه شايف ربنا كل تعاملاته وبتكلم مع ربنا، هو بيبص في وش ده وبيضحك في وش ده وبيهزر مع ده والناس كلها مبسوطه، بس هو اصلا ايمانه وصل لمرحله من الشهود ان هو يرى رب العالمين قدام عينيه. حضرتك عارفه سيدنا حارثه بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قابله قال الله له عليه كيف وسلم. اصبحت يا حارثه؟ هو رد عليه قال له ايه؟ قال له اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هو سيدنا حارثه مش مؤمن؟ ده صحابي. وصحابي يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لكن اصبحت مؤمنا حقا. هو الايمان العقائدي ده موضوع منتهي، ولكن الايمان الروحي، الايمان الاستشعار رؤيه رب العالمين، شهود رب العالمين، هو حس ان هو جاب اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى يا الله عليه حارثة وسلم. إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الإيمان اللي أنت بتتكلم عليه ده مش كلام وخلاص. فقال أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وكأني أرى أهل النار يصطرخون في النار، فأظمأت نهاري بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام. الله قال النبي صلى الله عليه صلى وآله الله عليه وسلم وسلم. يا حارثة عرفت فالزم. اثبت بقى. والعجيب ان سيدنا حارثه بعد الموقف ده بسنه في غزوه بدر، قبل الغزوه ما تبدا يخرج سهم من عند قريش يسقط في رقبه سيدنا حارثه قبل المعركه، المعركه ما لسه لسه ما مبتدتش. حصلش اي حاجه، فتيجي امه تجري على النبي صلى الله صلى عليه الله واله عليه وسلم وسلم. ادركني يا رسول الله مات حارثه، اهو في الجنه فافرح ام في غير ذلك فاجتهد عليه في البكاء؟ ما هو لسه ما حاربش، فلسه هي مش ضامنه ان هو شهيد. شهيد. فقال لها النبي انها ليست جنه واحده بل جنان كثيره. الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا قدام عينينا بص حارثه لما وصل لمقام الايمان العالي وكان حريص عليه ولازم بشر بالجنان الله أكبر. على عين حياتكم، عشان بس تبقوا عارفين كان ممكن سيدنا حارثه يعيش 60 70 80 سنه ما يموتش عنده 19 سنه ويبقى من اهل الفردوس انا وما نعرفش، بس رب العالمين قدر هذا التقدير رساله لكل واحد نموذج لينا فينا نتعلم. ان احنا لازم نبقى حريصين على ايماننا جدا. نعم استاذ عمرو، انا معلش انا بستاذنك ناخد اتصالات طبعا عشان ما بحبش اتفضلي، اطول على لا تحت المتصلين. امر حضرتك. امال من لبنان، سلام عليكم.
الو، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. كيفك يا ايمان؟ الحمد لله يا حبيبتي، تفضلي. اشتقت لك حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب، تفضلي. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير وسلام. ربنا يبارك لك امتنا العربيه يا رب والاسلاميه. امين تفضلي. امين. انا بحيي ضيفك الكريم، بس هون عندي نقطه، انه قد ما نحن بنعمل مع ربنا سبحانه وتعالى بنحس حالنا مقصرين جدا جدا. يعني انه بنصلي وبنصوم وبنزكي، بس يعني الواحد لما بيوقف على السجادة بتاعت الصلاة بده يصلي، يعني بصير يبكي لأنه متعلق بربنا سبحانه وتعالى كتير، وعم بحس إنه مؤثر من ناحيته جدا جدا. إزاي بدنا نعمل أكتر وأكتر عشان نتقرب من ربنا أكتر وأكتر؟ ويعطيكم مليون ألف عافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكرك يا أمل، كلامها جميل والله، ما شاء الله. طبعا يبارك لها. طب عندك اي تعليق عليها؟ والله هي ال احساسها بالتقصير دايما، مهما تعمل حاسه انها على طول مقصره. الاحساس بالتقصير ده احساس رائع، يعني الاحساس بالتقصير ده ذلك صريح الايمان، زي سيدنا حنظله، نفق حنظله يا رسول الله. الاحساس بالتقصير ان انا حاسس ان انا مش عامل اللي عليا، حاسس ان انا عايز اكتر، عايز اكتر، عايز اقرب منك اكتر يا رب، عايز استشعر وجودك اكتر يا رب، عايز يعني شهودك يا رب يبقى مالي حياتي، عايز ده طبعا ده معنى رائع. بس هو حضرتك الفيصل في هذه النقطه، هل انا حاسس بالتقصير وبشتغل، ولا انا حاسس بالتقصير وقاعد في مكاني؟ هو ده بقى الفيصل. طب ايه يعني ايه اللي هيحصل لو انا حاسه بتقصير وبعمل اللي بعمله اللي هو كويس بس مش بزود؟ ايه اللي ممكن يحصل غلط لا يعني؟ لا، هو اهم حاجه ان انا حاسس بالتقصير وبجتهد، حاسس ايوه بالتقصير وبحاول اوجد حلول، حاسس بالتقصير وبدعي ربنا عني يا رب ان انا اتخلص من هذا التقصير، فوقتها ابقى صادق في هذا التقصير. هل الثبات ممكن ينزلنا لتحت؟ بص حضرتك، هو مفيش في الدنيا، في قوانين الدنيا حاجه اسمها ثبات، يعني يا اما انا شغال وبعلى يوم بعد يوم وعمال اطلع وانزل وانا شغال وعمال اترقى، يا اما انا عمال اخسر يوم بعد يوم. لكن كده لا. فكرة الثبات طول الوقت على نفس الوضع عن الإيمان، هي دي فكرة ضمان الإيمان، إن أنا ثابت وأنا محافظ على احنا نفسي. مسلمين وبنصلي وبنصوم الحمد لله بالظبط وبنحاول نعمل كويس، وكل الناس بتغلط وان شاء الله داخلين الجنة والكلام اللي بنسمعه كتير. بالظبط كده، وهفضل أصلي، مش هبطل الصلاة، ولكن صلاتي هيفضل ينزع منها الروح يوم بعد يوم، صلاتي هتفضل تضعف وأثرها في قلبي هيفضل يضعف، لحد ما بدخل الصلاة وبطلع منها مش حاسس إن أنا عملت أي حاجة، مش حاسس ان انا اتنقلت نقله، مع اني زمان لما كنت بدخل صلاه العصر كنت بطلع منها ايماني اعلى، كنت بطلع منها اقرب من ربنا اكتر، وده لسان حالنا. انا كنت لما بمسك القران زمان واقرا فيه ولو صفحه كنت ببقى حاسس بالقران جدا، انا بقرا النهارده جزء بس مش حاسس ان انا لما بقرا الجزء ده انا بطلع منه منقول، انا بطلع منه مختلف. هي الفكره كلها ايه؟ ان انا حصل عندي فتور في بعض الحاجات بعملها، بس انا ما بحاولش اخد الخطوه اللي اجدد بيها هذا الايمان. نعم انا ما بحاولش اقبل على النقله. نعم ربنا يبارك لك. طيب خلينا نتكلم عن تجديد الايمان بقى، يعني احنا حاسه عايزين نبدا. هل تجديد الايمان ان انا باخد نيه كده وبقول يا رب انا كل يوم الصبح افتح عيني هقول انا هجدد ايماني، ولا المفروض اعمل ايه؟ طيب والله اقول لحضرتك حاجه، حاسه عليك سؤال، معلش. اتفضل. هو انا لو حضرتك ما جددتيش ايمانك هتخسري حاجة؟ أكيد هنخسر، لأن حضرتك قعدت تشرح التدرج اللي بيحصل الرهيب دوت لغاية المعاصي وكثرة المعاصي وكل الحاجات دي. طب وأنا لما ما بجددش إيماني، لما ما بجددش إيماني وببعد عن رب العالمين، إيه أول حاجة بتصيبني؟ الضعف. طبعا. فهو تجديد الإيمان هي لحظة الشعور بالضعف. هنا أول لما حاسس إن أنا ضعيف، أنا عايز أبقى أحسن بس أنا مش قادر. أنا عايز أتنقل نقلة بس أنا مش قادر. انا عايز ابقى اقرب من رب العالمين بس انا مش قادر. الضعف ده حله اللجوء الى الله. نعم. اول دليل ان انا صادق في ان انا عايز اجدد ايماني، انا عايز ارمم البيت تاني، انا عايز او اول حاجه، بس انا ضعفت، انا مش قادر، انا معيش فلوس، معيش امكانيات، معيش قوه تعني ان انا اقوم ادهن البيت ده واخليه يبرق من اول وجديد، هستعين بحد. انا ايماني صحيح، هو ايماني بالله وصحيح هو استشعاري وشهودي لرب العالمين، بس أول حاجة أقدر أعملها إن أنا أستعين بالله إن هو يعيني على تجديد إيماني، إن أنا ألجأ لرب العالمين فيفتح علي هذا التجديد. وأنا هستأذن حضرتك، اتفضلي. إحنا النهاردة يوم الجمعة،
ويوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه صلى وآله الله عليه وسلم: وسلم. خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة له مقام يعني نعم عند ربنا وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه والحاجة وسلم. التانية، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بقراءة سورة الكهف نعم يعني كل يوم كل جمعة. جمعة. وفي روايتين، رواية إن هي تضيء ما بين الجمعتين، وفي رواية إن هي تضيء ما بين القدمين، الطريق يعني طريق الواحد. وسبحان الله، هو كأن الأئمة بيقولوا وكأن إحدى أسباب فكرة يوم الجمعة وبريقه هو تجديد الإيمان، هي محطة أسبوعية لتجديد إيمان العبد. والنبي صلى الله عليه صلى وآله الله وسلم عليه وسلم. لما اختار إن احنا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة في موسم تجديد الإيمان، يوم الجمعة ده عيد، في موسم تجديد الإيمان، كان لسبب والحكمة. فالأئمة عند بعض الأئمة، بس وهو ده مش تفسير لفظي ولا تفسير حقيقي لمعاني يعني. الكلمات، نعم هو تفسير إشاري، نعم يعني حاجة زي خواطر روحانية لبعض الأئمة. هو بيقول من وجهة نظره إن هو شايف سورة الكهف هي سورة تجديد الإيمان، إن هي فيها الميثودولوجي، فيها الـ الطريقة، أو فيها الـ 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 الحل ازاي الوسيلة نجدد الايمان. والوسيلة بتاعت تجديد الإيمان. نعم وهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى اختارها الله لنا عليه كل وسلم. يوم جمعة علشان كده. ولما تجدد إيمانك يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف وتطبيقها، تطبيق الخطوات اللي فيها، ده ينور لك بين الجمعتين، عشان انت بتجدد كل اسبوع، الله فدايما انت محافظ على النور، او ينور لك ما بين قدميك طريقك الى الله كل يوم. حضرتك عارفة بالظبط، لو انا عندي عربية وانا ماشي في الطريق والبنزين عمال يقل ولمبة البنزين نورت، انا محتاج احط بنزين عشان اكمل، فترجع تاني العربية تفوق دي والدنيا المحطة بتاعت يوم الجمعة. بالظبط كده. هو استأذنك معنا تليفون. اتفضلي. راوية السلام عليكم. صوت واطي قوي ألو، يا راوية. أيوة السلام عليكم يا حبيبتي. وعليكم السلام. كده الحمد لله يا جنتي. أنا مش سامعاك يا حبيبتي. ألو، أيوة يا راوية اتفضلي. أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني دايما بقع في المعاصي وبتوب، دايما أقع وأتوب، بس أنا يعني دايما مش عايز يعني أكون في المعاصي، دايما إيماني بيضعف يعني لما ببعد عن خط قطع. هي دايما بتقع في المعاصي وبتتوب. طب راوية لو في مشكلة في الاتصالات ممكن تبعت لنا على صفحة اقرأ على الفيسبوك. بس انا معانا حاسين ايمان. بيها ايوه ايوه يعني. حبيبي. معانا اتصال. طيب اي حد في مشكلة في الاتصالات يعني حاولوا اتصالات، لو في مشكلة بعتوا لنا على صفحة اقرأ على الفيسبوك. راوية بتقول لك ايمانها كل ما بتقع في المعاصي ايمانها بيضعف وعايزة تعلى تاني ومش عارفة تعمل ايه. والله بص حضرتك، احساسها ده وصوتها باين فيه ان هي يعني هي حزينه على نفسها، وهي نفسها تقبل على رب العالمين وتعلي ايمانها، ومش مبسوطه من الحته اللي هي فيها. فتمشي معانا، انا هستاذنها لو تفتح معانا سوره الكهف دلوقتي، ونستاذن الساده المشاهدين كلهم لو يفتحوا يا معانا ريت. المصحف دلوقتي ونبص مع بعض. هنحاول ننظر نظره بس مختلفه. احنا بنقول اول حاجه في تجديد الايمان ان انا الجا لرب العالمين، وهو ده رب العالمين قاله يعني: إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أنا تعبان يا رب، أنا حاسس إن إيماني ضعف، أنا حاسس إن أنا بعدت عنك، أنا حاسس إن أنا يوم بعد يوم الدنيا عمالة تقوى عليا، والمعاصي عمالة تقوى عليا، ونفسي مش سنداني. فساعدني يا رب، ساعدني إن أنا أقرب منك وأشوفك وأقبل عليك. وقصة أصحاب الكهف عشان أقراها كل يوم جمعة، ربنا عايز يقول لي رسالة واضحة وصريحة: فأووا إلى الكهف، ادخل في الكهف اللي بينك وبين ربك. هم صحيح هم كان عندهم كهف يهربوا فيه من الدنيا ومعاصيها ومن الحرب ومن الحصار، احنا عندنا فتن كتير جدا محتاجين طبعا خلوة مع الله سبحانه وتعالى. بس كده. الله يكرم حضرتك. والخلوة دي يا أستاذ عمرو هل لازم تبقى إن أنا أبقى قاعدة لوحدي وفي مكان لوحدي، ولا ممكن بحكم برضو المشاغل والحياة و إن أنا مثلا حتى لو أنا ماشية في العربية وتأملت منظر طبيعي أختلي في اللحظات ديت لو بص أنا حضرتك، أي فرصة أقدر أقعد فيها مع نفسي وأختلي بربي، مش حتى لازم لو حواليا ألف حد. بالظبط كده، مش لازم أكون لوحدي. طبعا هي الخلوة الأيديال، يعني أفضل خلوة تكون هي إن الخلوة أنا أقفل على نفسي أوضتي ولو 3 دقايق في اليوم. بس لو أقدر في عز ما أنا في المطبخ وشغال وبعمل كذا، ولا أنا في شغلي وفي مكتبي وبشتغل، وأختلي بنفسي 3 دقايق، أفصل عقلي
عن الدنيا وعن تفاصيل الدنيا وعن متطلبات الدنيا وفكر في رب العزة وابدأ أناجيه. هم أصحاب الكهف كانوا رايحين جوه الكهف يحتموا بالكهف، بس يقول رب العالمين احمينا يا رب، يعني احمينا يا رب. هم عارفين الكهف مش هيحميهم، وعارفين ان هم ممكن يعني يغتالوا وهم جوه الكهف، واحنا عارفين ان في الدنيا احنا مش هنقدر نحمي نفسنا، احنا الدنيا بتتخطفنا طول الوقت. حضرتك عارفه الواحد لما بيسيب نفسه، الدنيا مش سهله، الواحد لما بيسيب نفسه في هذه الدنيا، الدنيا بتتخطفه من بره ونفسه بتتخطفه من جوه. تبدا تقول له بص على فلان، فلان احسن منك، بص على فلان كلمك ازاي، بص على فلان، تبتدي تشيل هم الحاجات البسيطة جدا دي. ويبدا القلب يتملي حقد وحسد وغل وكره وكبر. ربنا يعافينا. هو بيكلموك كده ليه؟ بص عليك، محتاجين نحافظ على نفسنا من الحاجات ديت، محتاجين نقوي الى الكهف. بارك الله فيك يا استاذ عمرو، هستأذنك هنطلع لفاصل قصير طبعا ونرجع بقى نكمل ان كلامنا شاء ان شاء الله. الله، ابقوا معانا. تجديد الإيمان هو موضوع حلقتنا إن شاء الله النهاردة، وأنا في انتظار طبعا تواصلكم معنا سواء عبر صفحة اقرأ على الفيسبوك أو باتصالاتكم الجميلة والكريمة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن سورة الكهف، وإن أول حاجة نعملها في تجديد الإيمان يبقى عندنا محطة أسبوعية نقف يوم في الأسبوع على الأقل يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف فيها. اتفضل كمل. حضرتك احنا يعني بنطلب من المشاهدين بس نمسك مع بعض المصحف وننظر كده في سورة الكهف مع بعض في الآية 9، ورب العالمين بيتكلم عن أصحاب الكهف. احنا قلنا إن أول حاجة بتساعد الإيمان على بتساعد الإنسان على إحياء الإيمان وعلى تجديد الإيمان هو إن هو يأوي إلى الله. وحضرتك عارف احنا مش بنتكلم عن حاجة بعيدة، حاجة كل واحد فينا جربها. كل واحد فينا لما كان تعبان وناجى ربه 3 4 دقايق خرج من هذه المناجاة، ويمكن هو كان لسه عامل معصية يعني، ولا خرج من هذه المناجاة حاسس ان هو اقرب عبد لرب العالمين. حركة القضية كلها ان بهذه المناجاة انا مش بكسر الحاجز اللي بيني وبين ربنا، مش ربنا بعيد عني جدا وانا بهذه المناجاة انا بقرب من ربنا، لا مش ده اللي بيحصل. انا لجوئي الى الله مش وقتها انا يعني بترك دنيتي وبروح حتة بعيدة، الموضوع ابسط من كده بكتير. حضرتك رب العالمين قريب، نعم، ورب العالمين أقرب إلينا من حبل الوريد، رب العالمين أقرب إلينا من جلدنا ومن لحمنا ومن دمنا، ولكن إحنا اللي مش مستشعرين هذا القرب، وبنبدأ نحط حواجز بيننا وبين رب العالمين بالوقت، وتفضل الحواجز دي نشعر إن هي حواجز كبيرة، بس رب العالمين قريب. حضرتك عارفة فكرة إن أنا بعدت عن ربنا، دي فكرة مش صحيحة. إحنا لا نملك إن إحنا نبعد ولا نقرب، رب العالمين قريب هو اللي يملك. يعني احنا الجملة دي مش صح ان احنا مش صح نقولها؟ طبعا، هو رب العالمين قريب، بس حضرتك عارف ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل ان احنا بسبب فتور الايمان وضعف الايمان لا نستشعر هذا القرب، نغفل عن هذا القرب. يبقى رب العالمين قريب مني قوي قوي، وانا حاسس ان انا بعيد قوي، وانا ما بعدتش، بس هو انا احساسي ان انا بعيد جدا من كثر ما انا ضعفت، فمش مستشعر الحضرة الالهية. من كثر ما انا ضعفت فحاسس ان انا في بلد تانية، حاسس ان انا في دنيا تانية، وحاسس ان الدنيا كئيبة، وحاسس ان الدنيا مظلمة، مع ان رب العالمين قريب. ازاي تيجي هذه المعاني ورب العالمين قريب؟ هي لان انا مش مستشعرها الوقت. انا اخترت ان انا يعني اضعف، واخترت ان الدنيا تتخطفني، فاللي هيحصل في اللجوء الى الله مش هعمل مجهود كبير. انا الفكرة بس ببساطة رب العالمين قريب، حناجي ربي، يعني حلجأ إلى رب القريب وأقول له يا رب قويني، عيني على نفسي، خلصني من اللي أنا فيه، انقلني نقلة. بس حضرتك عارفة خير الأعمال أدومها وإن قلت. نعم. الديمومة زي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وصانا وسلم بأن احنا نجدد إيماننا مع سورة الكهف كل يوم جمعة، محتاجة ناجي رب العالمين ونفذ أول خطوة في سورة الكهف في تجديد الإيمان كل يوم. الفكرة برضو في إيه؟ إن المدخلات الدنيوية والأشياء اللي بتضعف الإيمان والأشياء اللي بتخلي الإيمان يفطر مش يومية، لحظية. صح، دي حقيقة. دي كل دقيقة المدخلات على كل واحد فينا، فلان بيحصل له مشكلة، وفلانة فتنة تتعرض عليها، وفلان حد بيتكلم عليه وحش وبيزعل منه فيبدأ قلبه يشيل منه، وبنفضل نتعرض لصور كتيرة جدا ليل ونهار. الدنيا مش سهلة، فمحتاج مقابل هذا الهجوم المستمر طول الوقت، الجزاء من جنس العمل، محتاج ان انا اجدد ايماني
كل برضو ثانية بشكل برضو. منتظم، هنقول كل يوم مش كل ثانية، على الأقل بشكل منتظم عشان يعني يشيلني، عشان أقدر أواجه هذا الأمر. ففكرة اللجوء إلى الله، هم أصحاب الكهف لجأوا إلى رب العالمين ودخلوا جوه الكهف وما كانوش ناويين يطلعوا دلوقتي، هم مش عارفين يعملوا إيه يعني. هما داخلين بس كده يقربوا من ربنا ويبعدوا عن الحاجات اللي بالظبط غلط. يعني، احمينا يا رب. وده نفس الإحساس اللي احنا هنلجأ فيه إلى الله في الخلوة، اللي هي 2 3 أحد هبعد عن مشاكل الدنيا بقى وتعبها وكل حاجة وهلجأ إلى الله سبحانه بالظبط. وتعالى. وحضرتك أحد الأئمة جاءه رجل وقال له يا إمام كيف أصل إلى الله؟ كأن ربنا حاجة يعني بعيد جدا، أنا عايز أوصل لربنا بقى. قال له فارق نفسك بخطوة تصل إلى الله، ربنا قريب جدا، بس أنت اللي حاطط نفسك شهواتك رغبات حاجز بينك وبين الله. أخرج بره بس الحاجات ديت دقيقة هتصل إلى الله ساعتها. فاللجوء إلى الله هو تمام الوصول إلى الله. اللجوء إلى الله هو أقوى عنصر في عناصر تجديد الإيمان. هل الله تخيلي لو بعمل كده 3 دقائق كل يوم، 4 دقائق كل يوم، زي ما حضرتك قلتي بالظبط، وانا في عربيتي براجع نفسي بختلي بربي وبقول له يا رب انا ضعفت، انا بعدت عنك، انا حاسس ان انا محتاج دعمك يعني. وكل انسان له دخله برضه بتذكره يعني. يعني في ناس وهي ماشيه لما تتامل منظر طبيعي مثلا ممكن ده يخليها تقول الله سبحان الله وتبتدي تختلي بنفسها. ناس تانية لما تشوف مثلا يعني لسه النهارده واحده صاحبتي بتحكي لي ان هي شافت طفل معاق في الشارع وام ومعاها طفلين معاقين وهي شايله الهموم وسايقه كده، اول ما شافت الطفلين الواحده قالت اللهم لك الحمد لك الشكر ودعت للست ديت طبعا ان ربنا يقويها ويعينها، ومن جواها خدت الخلوه بتاعتها دي لمجرد ان هي في حاجه فكرتها. انا استاذنك بس ناخد ام اتفضلي محمد حضرتك. اتصال. طبعا. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيكي يا حبيبتي لو اتفضلي. سمحت انا عندي سؤال للشيخ. اتفضلي طبعا. انا كنت بصراحه عملت ذنب كتير قوي في حياتي وانا تعبانه وتنفسي تعبانه قوي دلوقتي ومش عارفه اعمل ايه، وانا خايفه ان دلوقتي الحمد لله بصلي وبصوم بس هو ربنا هيتقبل صلاتي دلوقتي ولا اعمل ايه؟ هو بالنسبه للذنب دوت كنت يعني واخده مبلغ من الناس، والمبلغ ده تقريبا يعني من 5000 ل 7000 مصري. انا دلوقتي الحمد لله سددت 2000 جنيه وداخله في جمعيه وهقبض جمعيه في اخر سنه 2014 وهسد المبلغ بقيه الفلوس يعني كل جمعيه هقبضها ب 1000 جنيه. أم محمد ده دين يعني عليكي؟ ايوه لا مش دين، انا كنت واخداها من غير ما يعرفوا، كانت فلوس واخداها من غير ما يعرفوا سرق، وانا دلوقتي تعبانه قوي مش عارفه اعمل ايه. بس انا الحمد لله والله العظيم والله يا امان سددت 2000 جنيه للناس دي، الحمد لله يا محمد وانا الحمد لله. دلوقتي والله واخده عقد بيني وبين ربنا ان انا الاول ما اخد اي جمعيه هسد الفلوس التانيه. بس الحمد انا لله ما سؤالي شاء الله ليكي ربنا ربنا يعينك. هيسامحني وانا لو صليت قبل ما اسد الفلوس دي والصيام اللي بصليه وبصوم دلوقتي ربنا هيتقبله ولا مش هيتقبله لما اسد اللي عليا؟ والنبي يا امان جاوبيني. مش انا طيب بجوز طبعا. حاضر يا محمد تابعينا. بشكرك يا حبيبتي صعبان عليا. بس المعنى جميل حضرتك، خلينا نقول ان هي بمجرد ان هي شعرت ان اللي حصل ده غلط، وان هي يعني في نيتها ان هي تسد، وفي ابتدت نيتها بالفعل. ده حتى قبل ما تبتدي، مجرد ان هي كان نيتها ان هي تسد ونيتها ان هي ترضي رب العالمين، فدي توبة صادقة. خلاص توبة صادقة ورب العالمين غفر لها الذنب المرتبط برب العزة، وكل صلاتها وكل صيامها في ميزان حسناتها، امين يا بل رب كل العالمين سيئاتها اتبدلت حسنات يا رب وبقى ليها مقام عالي عند رب العالمين جدا. يا رب. وكمان بس هي بيتبقى حاجة، ارجاع الحق. وهي بدأت في ارجاع الحق عشان الناس بقت تسامحها، حاجة قصدي ايه؟ عشان الناس بس ما توقفلهاش يوم القيامة عند القنطرة ده ويبدأ ذنب مرتبط بإنسان مش مرتبط بالناس حقوق، سبحانه عشان هي وتعالى. حقوق. نعم فهو في الحقوق بيكون ليها شقين، شق رباني وشق بشري. رب العالمين بيغفر وبيسامح عن الامر الرباني اللي مرتبط بالله، ولكن عن الذنب، ولكن حق الناس لازم يرجع، وهي الحمد لله بترجعه. فبمجرد ما دام هي تابت الى الله، مجرد ان هي خدت النيه ان الذنب ده هيوقف ومش هيحصل تاني، بل بالعكس هي عايزه ترجع مع حدوث هذه النيه، خلاص وربنا غفر لها وبقت في مقام عالي، ابشري يا ام وبقت محمد من اهو يعني. وده كلام النبي صلى الله صلى عليه الله واله عليه وسلم، وسلم ده ما هواش كلامنا. وهي الحمد لله بترجع، وربنا باذن الله هيعينها هيعينها وهيسد عنها وهتخلص الفلوس دي. ويعني ويوسع رزقها يا رب يا ده احنا محمد ده ويبارك احنا ده حضرتك عارفه ام محمد مثل، والله مثل لكل واحد فينا عليه حق تجاه الاخرين، عليه حق لغيره، ان هو واحد ياخد نيه التوبه الى الله، وانه مش هيأذي حد تاني سواء بكلمة سواء بفلوس كانت ليه سواء حاجة بتاعته خدها منه ايا كان.
وان هو يبقى قاعد مش على بعضه لحد ما يرجع للناس دي حاجاتها. علشان بص حضرتك، الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله. احنا ممكن نقابل رب العالمين، شراك نعلي يعني الجزمه حذاء. او الحذاء، يعني حاجه اكرمكم الله، يعني قريب مننا جدا. ف ما نضمنش امتى هنقابل ربنا، فيا ريت كلنا نقابل ربنا يعني بقلب محمد كده وبنيتها الصالحه وبالخطوات اللي اخدتها، وتصحى داخله جمعيه كبيره عشان تسد، والله مقامها عالي جدا باذن الله باذن الله. ان شاء وابشر الله. يا ام محمد، واحنا اهو اتعلمنا ان احنا ما نيأسش من رحمه الله سبحانه وتعالى. وزي ما حضرتك قلت، هي قريبه من ربنا سبحانه وتعالى، بس هي اللي ما كانتش شايفه قربها من ربنا ده، ودلوقتي شافته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع شاء بقى الله. لسوره الكهف، مشتاقين. نرجع لسوره الكهف في ايه 16، واذا اعتزلتموهم، لو خدت قرار ان انت اعتزلت الشهوات الدنيا ايا كان، وما يعبدون الا الله، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. بص حضرتك، رب العالمين قال لنا الحل، الجأ الى الله زي ما هم اووا الى الكهف، اوي الى الله، ولما تاوي الى الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. في ساعتها بص، فكره بقى تجديد الايمان على طول هتحصل. يعني انا اول لما ما دام لجأت لرب العالمين واختليت بيه، خلاص انا ايماني اتجدد. اتجدد ودي حقيقة، الواحد لو قعد مع بعض نفسه ثواني صحيح، وفكر كده، بيلاقي نفسه جات له طاقة تاني إيجابية، وابتدى يتقبل الحاجات اللي بتحصل حواليه. زي ما حضرتك بتقولي، وكمان هيبدأ من دلوقتي خلاص هو في علاقة جديدة مع الله، هو في مقام عالي مع الله. هو دلوقتي لو دخل صلى هتبقى صلاته مختلفة. هو دلوقتي لو شاف موقف، واحد زنق عليه بعربيته، هو كان في الحالة، كان في اللجوء إلى الله، كان في الخلوة، واحد زنق عليه بعربيته مش هيشتمه دلوقتي، لأنه مستشعر حضرة الله، خلاص الإيمان تجدد. ودي أول حاجة، أول خطوة في سورة الكهف. ورب العالمين قال لنا نعمل إيه، وقال لنا في الآية آية 9 نعمل إيه، آية 16 النتيجة على طول. يعني ما الموضوع ما هوش بعيد. الحاجة التانية في الآية 23، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما يعني، وكأن رب العالمين بيقول لنا الدنيا مش بتاعتك يعني، بس كده، واذكر ربك إذا نسيت. بلاش الذكر الدائم لأنفسنا، اذكر رب العالمين. والحاجة التانية اللي تجدد الإيمان هي ذكر رب العالمين. عشان كده الأئمة والعارفين بالله وكل يعني المشايخ الكبار تلاقي حريص على الذكر قوي. ولما الواحد يقول له انا قلبي تعبان، انا حاسس ان انا بعيد عن ربنا، انا حاسس ان انا عندي مشاكل، يقول له اذكر على طول. دي بنشوفها قدام علينا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال بوضوح، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فرق كبير قوي، لان هو اللي بدل ما يذكر رب العالمين بيذكر نفسه ويذكر الدنيا طول الوقت، او يشتكي بقى من الحاجات اللي بتحصل طول النهار، عمال يشتكي. بص حضرتك، عمال يذكر اشياء بقى، ما هي الشكوى اشياء، ويذكر نفسه ويمدح في نفسه ويعيب على الاخرين، عمال يذكر بقى حاجات كتيره جدا. فايه اللي يحصل؟ هو بين الاحياء موجود في السجل المدني، هو عايش، بس هو عند رب العالمين ميت، لان ايمانه مات. خلاص هو ايمانه ما بيتجددش، ايمانه فضل يوم بعد يوم يفطر لحد ما بقى في اضعف حته. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل الحي والميت. طب مين الحي؟ اللي عمال بقى حضرتك عارفه الـ 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 العلاقه بالله عامله زي القلب. القلب لو وقف عنه ضخ الدم، القلب بيموت خلاص، هي دي نهايه الانسان. ضخ الدم في الذكر، ده الايمان بالذكر. بالظبط، ضخ الدم في الايمان هو الذكر. الذكر هو الدم اللي بيجري في عروق الواحد، اللي بيقول ان فلان عايش، ان فلان لسه قلبه بينبض بالله، فلان لسه قلبه بينبض بشهود رب العالمين. فهي ودي اسهل حاجه في الدنيا، وما ينفعش حد يقعد يقول بقى اصل ما عنديش وقت، اصل المشاغل، اصل التلاهي. ده ذكر، ده في لسانك وفي قلبك، وفي اي وقت تقدر تعمل كده. وفي اي وقت استاذنك ناخد ايمان من مصر. السلام عليكم. ايمان. ايوه. السلام عليكم يا حبيبتي، اتفضلي. وعليكم السلام. احنا سامعينك، اتفضلي. ما انا قلت ان انا ممكن اللي هو على حكايه الصلاه. لا حبيبتي احنا ما سمعناش، اتفضلي. هي واحده ردت عليا الوقت وقلت لها ده في الكنترول روم. انت دلوقتي معانا على الهوا، اتفضلي يا ايمان، انا سامعاك يا حبيبتي.
ماشي. هو لو سمحت انا كنت ايه يعني بصلي وبقطع في الصلاة وبقعد فترة طويلة لما اصلي تاني، مع ان انا نفسي التزم قوي يعني في الصلاة، بس والله يعني ايه المشاغل، وانا عارفة ان ده مش السبب، بس نعم والله غصب عني، نعم فانا مش عارفة بقى يعني عقاب عند ربنا ايه، مع ان انا بتمنى ان انا بقى ملتزمة في الصلاة. طب إيمان، أنت مستسلمة لغصب عنك ومشاغل الحياة، ولا عايزة تدخلي لا معانا في المهمة عايزة، النهاردة، مهمة لا تجديد الإيمان؟ عايزة، لا عايزة عايزة، تجددي إيمانك وعايزة تلتزمي في صلاتك. اهم حاجة عندي الصلاة. طب ما أهم حاجة تبقي عايزة، لو عايزة ايه تابعينا. بشكرك، شكرا ليكي، ممكن نجاوب عليها بعد إذنك. والله مصحيك، هي بتصلي أحيانا، ولا بتقطع احيانا؟ ده أمر مرتبط بالفتور. تجديد الإيمان، والله حضرتك مفيش حد فينا مش محتاج تجديد الإيمان. تجديد الايمان ورجوع الدم في القلب وفي العروق، عشان القلب ينبض باستشعار رب العالمين والاقبال على ربنا، ده اللي كل واحد فينا محتاجه. نعم في اختنا من الفتور بيحصل ان هي بتنقطع عن الصلاه، حد تاني ممكن من الفتور بيحصل ان هو بيصلي بس مش حاسس بصلاته خالص، بيقف بين ايدين ربنا مش حاسس بالصلاه خالص، ولا ودماغه بتفكر في حاجات تانية. بالظبط ولا كأنه بيصلي. حد من الفتور حاسس ان هو ما بقاش مقبل على الجنة، ما بقاش مقبل على خدمة الناس، ما بقاش مقبل على عامل الخير، مع انه ما كانش كده. حد من الفتور مش قادر يمسك المصحف ويقرأ فيه. هي كلها صور كتير كتير لضعف الإيمان، هي كلها صور كتير للبيت اللي عمال يعني يقدم، والبيت طيب اللي يبقى عمال ايمان النصيحه بقى، اسمعينا النهارده بقلبك وافهمي كل حاجه، واستاذ عمرو هيحاول يدينا زي واجب، او انا من كلامه هنطلع واجب ونقعد نحدده لنفسنا، عشان نعرف ان شاء الله ان احنا نجدد ايماننا كلنا، وباذن الله تواظبي على الصلاه، ويا ريت كل اللي بيتفرجوا علينا يدعوا الايمان والغيرها ان هي إن شاء الله دايما يا رب. نواظب على الصلاه يا رب باذن الله. اول حاجه الخلوه مع الله، طلعناها من سوره الكهف صحيح، وعرفنا ان نتيجتها على طول هي 9 و16، 9 و16، وتاني حاجه الذكر، الذكر وده هي الدم اللي بيجري في عروقنا. 23 و24، هنقولهم كده مع بعض. اتفضل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بص حضرتك، الذكر هو ذكر ربنا، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، الصلاة على النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم. وسلم، الأذكار المعتادة، أو أي ذكر مرتبط بالله شخص بيحبه، أي حاجة فيها الله هو بيحبها. والقرآن، القرآن ذكر، فهو ذكر ربنا والقرآن والأذكار اللي النبي صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم عليه وسلم. نص عليها والقرآن. بص حضرتك، ذكر ربنا ممكن 1000 ذكر في اليوم مثلا، 1000 ذكر في اليوم دول قد إيه؟ ده رقم كبير يعني، ويخد ده ربع ساعة. طب لو 200، 3 دقايق. طب لو 200 الصبح و200 بالليل، 3 دقايق الصبح و3 دقايق بالليل. يعني ممكن وانا في الاسانسير، ممكن وانا رايح عربيتي، ممكن وانا شوية وانا سايق ووقت عربيتي، أذكار الصباح والمساء بالظبط كده، متاح لينا. ممكن وانا راكب مواصلات، ممكن اي حاجة يعني. الوقت احنا الخلوة قلنا 3 دقايق، والذكر 3 دقايق الصبح و3 دقايق بالليل، 200 الصبح و200 بالليل. بص حضرتك، انا كده ايه اللي بيحصل معايا؟ انا حتى لو ضغط الدم قل، وحاسس ان انا هبطت ايمانيا، وحاسس ان انا ضعفت خلال اليوم، انا باجي قبل ما انام بالليل برجع تاني بزود بزوق الضغط، بزق تاني، برفع الضغط شوية مهمة. عشان تبقى الدنيا فصحى فايق نعم يعني، وابدا يومي بالذكر. فاول لما اصحى على طول ابدا اشغل ضغط الدم في قلبي، عشان يومي عايز اعيشه وانا مقبل على الله، يومي عايز اعيشه وانا مستشعر مراقبة رب العالمين ليا. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، ده ذكر ممكن اقول لو هو قريب لقلبي، وبحس ان هو الدم بينبض في قلبي كده والدنيا. عليك عارفة، في حديث يرويه الامام بخاري والامام مسلم عن سيدنا عثمان بن عفان، ان رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه واله وسلم. وسلم قال: من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما قالوا لا يحدث فيهما نفسه، مش يعني ما اتكلمش مع نفسه، يعني احنا ساعات واحنا بنصلي مثلا غصب عننا دماغنا تروح في حاجة. بالظبط كده، فاتكلم مع نفسي كده لحظة، لا، هو مش القصد هنا ان هو ما يتكلمش مع نفسه، ده هو غاب عن نفسه، هو ما بقاش حاسس ان عمرو ده في الحسبة، الله وبس. الله ده من كتر اللجوء، ومن كتر الذكر، ومن كتر استشعار حضور رب العالمين، فحضور رب العالمين يطغى على حضور ذاتي ونفسي،
وقتها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كله. عشان كده الجزاء كبير لأن الدرجة دي عالية قوي. خلاص بص بص حضرتك تجديد الإيمان يوصلنا لكده. حضرتك بقى أنا بعاني إن أنا بصلي مش عارف أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة، ولا عارف أنا قلت الفتحة وصورة قصيرة، ولا يا ترى قلت الفتحة بس وأنا قلت التشهد الأوسط ولا كملته، أنا متلخبط. حضرتك ده 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 دي صورة وبتحصل لنا وإحنا بشر، وإن الإيمان يزيد وينقص. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لأصحابه فلنزداد في الإيمان، فلنجلس عشان نزود إيماننا ونعمل كذا، إحنا بشر. ولكن يحفظ لترنح في المساحة دي لأن أنا سايب نفسي ضعيف، يا إما هجدد إيماني وأبدأ بقى أوصل يوم في إن أنا منصلي ركعتين دي مرة في الحياة. بس حضرتك عارفة أنا بروح واجي وعمال أعلى فتلمس مرة، وعشان اوصل للدرجه دي لازم اكثر من الصلاه فاصل لهذه الدرجه. ام جودي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. جزاكم الله خيرا معنا في برنامج جميل. لو سمحتي ان هي سؤال بس للفضيله، اتفضلي. ايوه لو سمحتي، او انا يعني خريجه ازهر وحفظ قران يعني الحمد لله، بس يعني انا ساعات بوظي مع السلف، ساعات بيبقى في سطور شويه ممكن اقطع، ده مش عذر انا عارفه، يعني الأغاني ساعات بسمعها كده، فرضو عايزة يعني أقف منطقية يعني في الأغاني في هرمونيتها، أثبت عصره إزاي، أعين زوجي إزاي على الطاعة. يعني أنا زوجي عنده يعني استعداد للالتزام يعني الحمد لله، بس عايزين نساعد بعض يعني. حاضر، بشكرك يا موجودي. معنا منال من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يعني أنا الحمد لله بصلي وبصوم بقرأ القرآن، بس مش عارفه حاسه ان انا مقصره كتير وان ربنا مش هيتقبل مني اي حاجه. ليه حاسه ان ربنا مش هيتقبل؟ مش عارفه يعني ده احساس جوايا. وكمان في سؤال تاني حضرتك معلش بعد اذنك، اتفضلي. ان انا ممكن لو انا مثلا بقول الاذكار او مثلا بختم الصلاه، وفي مثلا برنامج زي دلوقتي شغال انا قاعده بسمعهم وبختم الصلاه او بقول الاذكار، ده يعني مستحب ولا مش مستحب؟ انك قاعده بتعملي حاجتين في نفس الوقت، بتتفرجي على برنامج. انا بسمع البرنامج دلوقتي وانا بختم الصلاه مثلا صلاه العصر. حاضر. فلازم يعني ان انا اكون متفرغه كده للذكر يعني لوحده من غير ما اسمع حاجه. حاضر، من عينيا، هنجاوب عليكي على طول. اشكرك ام جودي. احنا عندنا دقيقتين فنجاوب عليهم. ام جودي بتقول احيانا بيحصل فتور في حياتها وسالت في كذا نقطه، عايزه تعرف تتصرف فيهم ازاي. مثلا هي شايفه ان سماع الاغاني، بتقول ان سماع الاغاني دوت انا عايزه ابطله، هل ابطله ازاي وهل هو حرام ولا حلال؟ طيب دي اول حاجه. احيانا بيحصل فتور في حياتها، ده بيحصل لنا كلنا، ده امر طبيعي. واحنا والحل اهو في الحل، واحنا قاعدين مع بعض عشان كده، علشان هذا الامر، عشان نجدد ايماننا كلنا. نعم. الحاجه الثانيه فكره سماع الاغاني، هو ده يعني ده خلاف بين الائمه، يعني في قول حرمتها وفي قول حليتها، وهو خلاف راجح، هو الاقرب لقلبها. ولو عايزه فتوى يعني دار الافتاء 107 تتصل بيهم وتسالهم، واللي هيقول لها عليه عايزه تعين زوجها كمان. بص حضرتك، فكره اعانه الزوج دي مرتبطه بحاجتين، دعاء ودعوه. لو هي قادره على دعوته بالمعروف وبالحسنى وعندها قدره على الصبر، قول اللين بالظبط كده، فيبقى دعوه وقبليها الدعاء تستعين بالله. لو مش قادره على الدعوه، الدعاء يكفي، اللجوء الى الله، تدعي له في خلوتها وهي بتجدد ايمانها، يبقى نيتها ان ربنا يهدي يا جوزها. بارك الله فيك. منال من مصر بتقول حاسه ان ربنا مش هيتقبل منها. بس حضرتك ده سوء ظن بالله، وده ليس له وجود. رب العالمين شكور، رب العالمين يقبل بالقليل، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني واحنا في الصلاة والإمام بيقرأ الفاتحة، لما أقول أمين، لو وافق تأميني تأمين الملائكة بتقول أمين في نفس الوقت، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب العالمين يعني إرادة الله في رحمتنا ومغفرتنا ودخلنا الفردوس الأعلى. شكرا يا أستاذ عمرو. في 10 ثواني بس، أذكار ينفع تعمل أذكار وتبقى تتفرج على برنامج مثلا زي دلوقتي كده، يجوز ولا لا يجوز؟ والله بص حضرتك، يعني يجوز أو لا يجوز ده أمر فقهي، ولكن ما فيش حاجة بتحرم، يعني ما فيش حاجة يعني واضحة صريحة بالضبط، ولكن ترجع دار الإفتاء برضه. طيب احنا هنطلع لفاصل قصير، وعايزه اقول لكم ان احدى مشاهدات واحدى اصدقاء جنتي وصتني وصيه وقالت لي من فضلك انا عايزاكي تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الفاصل ولما نرجع من الفاصل، عشان كله يصلي وهي باذن الله تاخد الاجر معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اتفضل.
ورجعنا لكم تاني، وتجديد الإيمان هو موضوع حلقتنا النهاردة، وطبعا في انتظار تواصلكم معنا سواء عبر الاتصالات أو صفحة اقرأ على الفيسبوك. وتكلمنا ان احنا لازم عشان نجدد إيماننا لازم اولا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، ونتعلم منها بقى الدروس المستفادة، واول درس هي الخلوة مع الله في الآية 9 و16 والذكر واللي له كذا الآية 23 و24. الآية 23 و24 عايزين ندخل على النقطة اللي بعدها بعد إذن إن شاء الله بإذن الله. طيب حضرتك من الحاجات اللي رب العالمين تكلم عنها في سورة الكهف في كيفية تجديد الإيمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره رشدا. بص حضرتك احنا بندعو برضو السادة المشاهدين ان احنا اصحابنا واخواتنا اتفرجوا علينا ان احنا ننظر لسورة الكهف نظرة مختلفة. احنا هنقراها كل يوم جمعة عشان ناخد الثواب، وعشان النبي قال لنا كده بس عايزين نعيش بيها. احنا اول مرة نتعلم المعنى ده واحنا بنقراها، اه بالظبط، هنشوفها من وجهة نظر تانية، واحنا ونمسك المصحف ونفتحها كده ونشوف ان هو ده كيفية تجديد الايمان والنقلة. وفي الآية دي رب العالمين بيتكلم مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. طب هو حضرتك هو النبي محتاج تجديد ايمان؟ مش محتاج تجديد ايمان، ولكن وكأن رب العالمين بيرسل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكأنها رسالة لينا بوضوح. محدش كبير على هذا الأمر، الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والصحبة الصالحة خلينا نحطها في شكل قالب، لازم كل واحد فينا وأنا آسف مش لازم يعني بس أفضل كل واحد فينا يكون لي مجلس مع صحبة صالحة ولو ساعة في الأسبوع تجدد له إيمانه. بص عليك احنا مش هنقدر طول الوقت نبقى عايشين مع صحبة صالحة، صعب. وساعات في ناس مفروضة علينا في حياتنا هم مش صحبة صالحة، يعني في ناس في البيت أنا إخواتي بعاد جدا مثلا وأنا مش عارفة أعمل اللي أنا عايزة مثلا، أنا أهلي بيمنعوني، ما فيش مشكلة، بس أنت عايزة صحبة صالحة تقعدي معهم ساعة في الأسبوع تقوي بالظبط تجددي الساعة دي هي تجديد الإيمان. طب هل الصحبة الصالحة دي هل هو درس دين ولا هو مجرد واحدة صاحبتي أنا أحسبها من الصالحين يعني فأقعد أتكلم معاها وأقرب منها؟ شكل الصحبة الصالحة دي بصي خلينا ناخدها بالترتيب. أعلى حاجة إن أنا يبقى ليا صاحب في الطريق، حاطين إيدينا في إيدين بعض، عندنا نفس القضية، لقاء رب العالمين، بنحب نفس المنهج الرباني الوسطي الجميل، ونفضل نذكر بعض ليل ونهار ونشد من أذر بعض ونشجع بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج ما طلعش لوحده، كان معاه سيدنا جبريل الصحبة، وكأن رب العالمين بيبعت لنا رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم من 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 مكة للمدينة ما هاجرش لوحده، الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا رسول الله. فالصاحب ده اللي يسند ويعين، وانا قاعد مع حضرتك حول حاجه منتهى الامانه، انا لولا اصحابي كان زماني في حته ثانيه خالص، انا يبارك لك فيهم لولا، والله العظيم هو ده الواقع، لولا الناس اللي بتقف مع الواحد وتسنده وتعينه وهو يفكرني النهارده وانا افكره بكره، ونتكلم مع بعض ونشجع بعض ونراجع بعض على القضيه وعلى الهدف، ده اللي بيوصل واحد. طب استاذ عمرو انا وحضرتك بتتكلم كده انا دماغي راحت لحبايبنا حبايب جناتي اللي عايشين في الغرب، دول كل يعني مش كل استغفر الله العظيم يا رب بس اغلب اللي حواليهم مش صحبه صالحه، يعملوا ايه؟ ما بص عليك احنا قلنا اعلى مقام في الصحبه الصالحه ان انا يبقى عندي صاحب ايدي في ايده. نعم. طب اللي اقل من كده ايه؟ في درجات اقل من كده، ان انا الصحبه الصالحه ديت ادور عليها في اوقات من الاسبوع، عندي مقرأة مره في الاسبوع مع ناس مش اصحابي قوي، بس احنا دلوقتي واحنا قاعدين الساعه دي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، احنا الساعه دي صحبه بنعين بعض على طاعه ربنا وبنعين بعض على تجديد الايمان، فهنطلع من الساعه دي منقولين، هنطلع من الساعه دي مختلفين، ليها اثر في القلب، ومش هطلع منها ملاك ولا هطلع منها بني ادم تاني، بس كل اسبوع بعض الساعه دي ليها اثر في القلب، بتجدد الايمان، بتجدد الايمان، وهي دي اللي بترزقني الثبات. انا عمال اعلى بس انا مش حاسس، انا فاكر ان انا ثابت بس انا عمال اعلى يوم بعد يوم، انا عمال اقرب من ربي اكتر، انا رصيد حسناتي عمال يزيد، وفي نفس الوقت الدم انا شغال لجوء في الخلوه وشغال ذكر، والمحطه الاسبوعيه دي اللي فيها بقعد مع صحبه وبناخد وبندي مع بعض، وبعرف معاني من غيري لان دي بتفرق. الواحد بص عليك احنا محتاجين لبعض قوي،
انا ممكن اكون بلجأ لربنا وبقعد في الخلوه، بس انا اللي عارفهم 5 6 معاني عمال الف فيهم، بس يوم ما اقعد مع فلان هتعرف على معنى جديد، هتحكي لي موقف حصل لها، هتحكي لي حاجه زي صاحبه حضرتك اللي شافت الست اللي معاها الطفلين المعاقين، هي ايمانها عالي ورفعت لك ايمانك، ولما حضرتك حكيتيها لي جددت لي ايماني، ولما حكيتيها للساده المشاهدين فهي فكره القعدات اللي نيتها الخير واللي فيها ذكر ربنا وفيها قران مع صحبه بتطلع معاني وبتطلع خير كتير جدا. بارك الله فيك يا استاذ عمرو. معانا سهى من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، لو سمحت ممكن اعرض سؤالي؟ طبعا اتفضلي، احنا سامعينك. لو سمحت، انا من عندي وانا عندي 12 سنه انا ما بصومش، بس انا دلوقتي عندي 24 سنه، بس انا بصلي وبزكي وبقرا قران وبعرف، بس انا ما بصومش مش بارادتي، يعني بصومش عشان انا تعبانه من وانا صغيره. نعم يا حبيبتي، مريضه، عندك مرض معين يعني بيمنعك؟ الدكتور من يعني وكده، بالاضافه كده انا بصلي وبزكي وكمان بالاضافه لكده انا بعمل حاجات كتيره، بس انا عايزه اعرف ربنا تقبل مني ولا لا. كمان انا ساعات برضو الشيطان بيسهيني في صلاتي، احيانا بنسى كتير، بتعصب كتير، بس ده برضو يعني من العلاج اللي انا باخده. ربنا يبارك فيك. انا عايزه اعرف ربنا يعني ايه موقفي قدام ربنا يعني. حاضر يا سهى، هنجاوب عليكي، بشكرك. معانا ام هدى، ام ادهم عفوا. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ام ادهم. اهلا، عليكم السلام ام ادهم، مع حضرتك. اهلا يا فندم، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم فضيله الداعيه؟ هو استاذ عمرو معاكي، بس اتفضلي. ماشي حضرتك، معلش. بقول لحضرتك الو. الو، ايوه يا فندم، اتفضلي حضرتك. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه استفسر، يعني اصل عندي ولدين فزي ما تقول ايه ما بيش مواظبين في الصلاه خالص. تمام. فكنت عايزه اعرف ايه هو الاسلوب الامثل ان انا احببهم في الصلاه. هم ما بيجوش الا غير بالضرب. هم عندهم قد ايه؟ 13 سنه و9 سنين. تمام. فبصراحه كل شويه بالضرب، مع انهم متفوقين جدا في دراستهم ما شاء الله. نعم. فما اعرفش بصراحه يعني اعمل ايه عشان احببهم في الصلاه. شكرا ليك يا ام ادهم، حاضر هنجاوب عليكي. سهى من ايطاليا، طبعا هي بتشتكي كلها شكوى اللي كلنا بنشتكي منها، ان هي ساعات بتعلى وساعات بتضعف تاني، لكن عندها سؤال مهم جدا، ان هي بناء على طلب الطبيب وللمرض معين ربنا يشفيها رب ويعفو عنها ما بتصومش رمضان. حضرتك تنصحيها؟ هي خايفه. ما فيش داعي للخوف، هو رب العالمين هو اللي قدر المرض، وليس على المريض حرج، بالعكس ده رحمه رب العالمين بيها، وهي جزائها مضاعف. هي في رمضان بتاخد جزاء الصبر على المرض وبتاخد ثواب الصيام اللي احنا صايمينه. ابشري يا سهى، شكرا. يعني بقى. فهي معانا، مش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال للصحابه اخوانكم حبسهم العذر اخذوا اجركم دون ان يجتهدوا جهدكم، بس هو كانوا عايزين، هم كانوا واخدين النيه وهيطلعوا في ظروف منعتهم، فخلاص هم معانا بروحهم وبقلبهم واخدين الثواب، واخدين ثواب الابتلاء، واخدين ثواب الحبس، فالثواب مضاعف ما شاء الله. ام ادهم بتسال حضرتك، عندها ولدين مش واظبين على الصلاه، 9 سنين و13 سنه، وهي ما بتعملش حاجه انها بتضربهم ما بيصلوش. والله بص حضرتك، في نقطه مهمه جدا، النبي صلى الله عليه واله وسلم اول ما بدا به مع اصحابه معرفه رب العالمين، اذهب يا معاذ الى اهل اليمن فاخبرهم ان لا اله الا الله، فانهم عرفوا ذلك، خلاص عرفوا ربنا وربنا كبر في قلوبهم، يعني معرفه الله ان ربنا بقى كبير في القلب، مستشعر الحضره الالهيه، ايمانه وصل لمرحله انه مستشعر وجود رب العالمين، فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. الكلام ده ما ينفعش مع الكبار اللي زينا، احنا اوريدي خلاص فاهمين، او يعني لازم نصلي ونجدد ايماننا، لازم نصلي وفكره معرفه رب العالمين نحاول نجيبها واحنا ماشيين بالتوازي، لكن ده هم صغيرين ولسه بيبداوا. طب ما نبدا بدايه النبي صلى الله عليه واله وسلم، ما حضرتك كلميهم عن ربنا كتير. اول حاجه يا ام ادم ارجوكي تابعينا، تكلمهم عن ربنا كتير. بص حضرتك تكلمهم كل يوم، تقعد معاهم 10 دقائق هي تقرا اسم من اسماء الله او تسمع اسم من اسماء الله، وتقعد معاهم 10 دقائق تحكي لهم عن ربنا لمده شهر، هو من نفسه هيقوم يصلي. طب ولو هم بقى يعني انا بتخيل لا احنا مش عايزين نصلي، هتقعدينا كمان نسمع قصص ونسمع كلام، حضرتك تنصحها تعمل ايه؟ والله بص حضرتك، يعني هي في نقطه مهمه جدا، هي لازم تقرب منهم،
ولازم تصاحبهم مش بالضرب بالظبط يعني لازم لان بص حضرتك هو لو ضربته هي بالوقت هتزهق رقم واحد يعني كده كده وهو الحاجه الثانيه هو كده الصلاه عنده بتترمز بشيء بيضايقه يعني ممكن يصلي قدامها بس بالظبط ما احنا مش ده اللي احنا عايزينه بالعكس هي لازم تصاحبه ده رقم واحد رقم اتنين تاخد نيه في ان هي هتتعرف على ربنا عشان خاطره وتبدا تكلمه عن ربنا ومش لازم حضرتك تجيبها له بشكل ان هو درس انا هقعدك هكلمك عن ربنا دلوقتي لا مش كده هي اكيد بتتكلم معاه امه وبينه وبين بعض حوار تبدا تقول له شوف ربنا ده من اسماء ربنا كذا وبيعمل لعباده كذا وتسيبه حضرتك الشباب 9 و13 ده في عنفوان الذكاء يعني في منتهى الذكاء ومنتهى الفطنه وهيفهموا كل حاجه يوم في الثاني في الثالث في الرابع في واحد يستقبل اسرع من الثاني بس الاثنين هيستقبلوا والاثنين هيتنقلوا باذن الله بارك الله فيك معنا امه الله من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم اختي ايمان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي اختي ايمان عندي يعني بخصوص الموضوع يعني مشكله وعندي المشكله هذه انا الحمد لله يعني متحجبه ومكدينه الحمد لله واشكره ما شاء الله واخاف الله تعالى ما شاء الله ايوه سامعينك ما شاء الله لا قوه الا بالله واخاف الله سبحانه وتعالى والحمد لله ولكن مشكلتي اني عندي اعاقه يعني ليست نقول ان اعاقه هي تكون جسديه ولكن اعاقتي ليست جسديه ولكن عندي عدم ثقه بالنفس وعندي شخصيه ضعيفه وهذه المشكله بالنسبه لي تعيقني فيما بين اني ارضي الله سبحانه وتعالى وبين انني اندمج في هذا المجتمع لان المجتمع يعني بالنسبه لي صعب اني كنت فيه من قبل منذ صغري وانا اعاني من هذه المشكله ربما هي ظروف اجتماعيه عائليه لما كنت اخرج من قبل من البيت لانه الاب كان يعني متشدد ولكن عندما خرجت للمجتمع استعلم ان المجتمع يعني يمتاز بصفات ونفسي قبيحه كنت وانا اعاني من هذه المشكله يعني كيف يعني عندما يكون مجلس مثلا في النميمه او غيبه فكيف اوفق حاضر يا امه الله أن انها احب ان انهى عن يعني المنكر وامر بالمعروف ولكن عدم ثقتي بنفسي وشخصيتي الضعيفه تماما اعاني يعني اعاني من هذه المشكله يعني في بعض الاحيان اتساءل عن نفسي واقول لو كانت عندي شخصيه قويه وثقه بنفسي لكنت احسن من هذا بكثير يا حبيبتي كل حاجه ممكنه ربنا يبارك لك شوفي ما دام حضرتك عرفتي ايه المشكله خلاص يبقى حضرتك في بدايه الطريق امشي فيه وما تستسلميش لفكره اي حاجه في الدنيا مفيش استسلام يعني احنا في حياتنا طول ما احنا بنجاهد في شخصياتنا نحسنها بنجاهد في تربيتنا لاولادنا مع ازواجنا بنجاهد في حياتنا بنجاهد في تجديد ايماننا فارجوكي ما تستسلميش افتكر معنا اتصال تاني ايه السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك ازيك يا حبيبتي عامله ايه الحمد لله كنت عايزه اسال استاذ عمرو على حاجه بس اتفضلي يا فندم تحت امرك الامر لله بعد اذنك يا استاذ عمرو انا مشتركه في جمعيه خيريه والحمد لله يعني انا يعني بحاول على قد ما اقدر حتى اثناء الدراسه ان اروح ولو يوم في الاسبوع يعني ما شاء الله بس المشكله انا عندي يعني على الرغم من ان دراستي صعبه بس انا بحاول اروح يعني بس هناك في اختلاط وكده بس انا بحاول يعني حتى وانا رايحه الصبح يعني بفضل اقول يا رب اللهم اعنا يعني ان احنا ننفع عبادك بالشكل اللي يرضيك ما شاء الله بس المشكله ان انا لما بروح يعني انا بشوف ناس يعني بشوف اختلاط ما بين الولاد والبنات وكده انا بحاول ابعد خالص او بحاول ان انا اقول لهم يا جماعه انا عايزه اشتغل فباخد ركن وبشتغل معلش سامحيني شكل الاختلاط ده ايه يا حبيبتي هو مجرد كلام يعني مجرد كلام بين بعض بس قد يكون الكلام بيوصل لحد مثلا ممكن يعني يزيد الكلام عن الحدود المفروض تبقى موجوده يعني مش كلام في العمل اللي انتوا بتعملوه او في التطوع اللي انتوا بتعملوه لا انا الكلام في العمل انا عارفاه ومتقبله جدا بس لما بيزيد عن حد انا ببقى متضايقه لما تتكلموا بقى مش في العمل بتتكلموا أيوة في حاجه ثانيه بارك الله فيك حاضر أيوة ببقى حاسه يعني لما بشتغل وكده الواحد انا بحس ان انا في وسطهم غريبه بعيده يعني بعيده عن الجو بس انا بحس ان انا غريبه فبقول يعني طب ايه اللي يخليني اروح وانا بحس في مكان ان انا غريبه فيه مع ان المفروض ده بيكون بيرضي ربنا يعني طيب يا ايه هنجاوب عليكي حاضر جزاك الله خيرا استاذ عمرو انا استاذنك ان احنا عايزين نخلص نقطه سوره الكهف وبعد كده نجاوب على الاتصالات اتفضل يا فندم حضرتك احنا كنا اتكلمنا عن خلصنا القلوه ذكر الله الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه قلنا في درجات في درجه ان انا عندي صحبه صالحه متلازمه معايا طول الوقت صاحبي كتفه في كتفي عايشين مع بعض بنعين بعض يا رب العالمين طب دي مش موجوده
في صاحب مش اقرب ناس ليا، بس بدور على صاحب ونتعاهد مع بعض، حتى لو احنا ما احناش يعني راكبين، نتعاهد ان احنا هنعين بعض على الطريق. واوجد الصحبة الصالحة فين؟ في اماكنها، مقرأة. طب ما فيش حد صاحبي قريب مني في هذه يعني الصفات ولا كده، يبقى انا اشوف مقرأة، درس اسبوعي، حاجة دايرة فيها ناس وادخل جواها وافضل التزم بيها بالشكل الاسبوعي، هتعني وهستفيد بيها وهطلع منها بصحبة، وابقى انا كده حققت هذه الآية، واصبر نفسك. يعني نبقى كده، دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ودي نحسبها نقطة برضو مهمة جدا في بناء الإيمان وتجديد الإيمان، يعني دي أكتر ما هي تجديد، دي بتحط حجر الأساس، وهي قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر. فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الآية 65، بص حضرتك، العلم، ولما هنقول العلم مش بنقول فقه وحديث و رب العالمين هو اللي خلقنا، صح، ربنا من أسماءه الكريم، صح. طب يعني ايه اسم الله الكريم؟ ايه آثار اسم الله الكريم؟ بتشوف الكرم فين في حياتك؟ ده علم، ده علم. ومن كرم ربنا علينا انه موجود في كتب، وموجود في سيديز، وموجود في برامج. ادخل على نفسي المدخل ده ولو 5 دقائق كل يوم، اسمع، اقرا اي حاجه. انا ممكن اتفرج على برنامج بالظبط حضرتك، الدكتور محمد راتب النابلسي، دكتور عمرو خالد، بس حد بيتكلم عن اسماء وصفات الله. بص حضرتك، انا ايماني هيتجدد، هستشعر، عايز استشعر حضره الله. حضرتك تخيلي كده، انا بسمع النهارده اسم الله الشهيد. اسم الله الشهيد يعني الحاضر، معناها ان ربنا مطلع عليا وحاضر كل مشهد، كل كلمه بقولها، كل حركة بتحركها، كل همسة بهمسها، ربنا من أسمائه الحاضر، حاضر موجود. هتفرق معايا ولا لأ؟ طبعا. هتنقلني نقلة ولا لأ؟ ده علم. طبعا. دي معلومة أنا عرفتها دلوقتي فرقت معايا، ده علم. والعلم الرباني اللي مرتبط بالله وبمعرفة الله له أثر في القلب، بيجدد الإيمان. وحضرتك المعرفة عاملة زي البذرة اللي بتحط في القلب، والحاجات اللي بنقولها التانية دي بتروي هذه البذرة لحد ما شجرة تكبر وتطرح ويفضل يتولد الإيمان جوايا، لأن خلاص أنا قلبي وعقلي شايفين إمكانيات وقدرات الله، مقبل على رب العالمين. خلاص إمكانيات وقدرات الله حجبتني عن الحاجات الضعيفة كلها، عن كل حاجة كنت بشوفها بنبهر بيها، لا لا لا، أنا في صورة أعظم بكتير نتيجة المعلومات والعلم اللي أنا أخدته، خلتني أقوى من. وحتوضح لي نقط كتير جدا، يعني حاجات كتير جدا جوه نفس الحد. يعني أنا بشوف مثلا في أسئلة كتيرة جدا من الأسئلة بكين، وإحنا نفسنا يعني أنا عن نفسي بسأل أسئلة كتير جدا، وبعد كده مجرد أني بعرف علمها خلاص، لما بتجيلي تاني سؤال جوه نفسي بلاقي الإجابة، خلاص أنا قريت في كذا، أن أنا عارفة كذا. والله زي حسن الظن في الله بالله سبحانه وتعالى. صحيح. والله كلنا حضرتك كل يوم كلمة بتغير حياتنا. نعم. كلمة في كتاب، كلمة في صفحة، كلمة من شيخ، كلمة من إمام، كلمة بتغير حياة الواحد، وبتفتح له أبواب الجنة، وبيشوف الدنيا منظور تاني، وبيكبر وبيعلى. بص حضرتك، الواحد نفسيته بتختلف خالص من معلومة. وعشان كده سيدنا موسى، وسيدنا موسى في هذا الوقت كان يعتبر أعلم أهل الأرض، ولكن لما عرف أن في موجود من هو أعلم منه، سيدنا موسى راح له، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سيدنا موسى، أنت محتاج علم، ده انت كريم الله. نعم. انت محتاج علم تاني على علمك، انت بتكلم ربنا يعني. يبقى العلم وفي الايه 65، بدءا من الايه 65، ونتعلم منها ان احنا ناخد صفات الله الحسنى، ونتكلم نقرا ونكتب، او نقرا من كتاب، من برنامج، من درس، نسمع اي حاجه، نسمع. في 20 ثانيه النقطه الخامسه للاسف وقت طيب خلص. اخر حاجه خالص، قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما ذو القرنين. الآية 95، بص حضرتك، ذو القرنين واحد من 5 ملكوا الدنيا، ولكن هو يوم ما حب يعمل حاجة قال للناس الضعفاء وهو ملك الملوك، أعينوني بقوة، أنا محتاجكم. ذل للناس، ذل للناس وتواضع، هيجدد إيمانك. آخر حاجة خالص، سورة الكهف، رب العالمين بيختم بيها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي جددوا إيمانهم بقى واشتغلوا، عملوا 5 حاجات دول، كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فصحيح الإيمان حيب عمل زي البحر. يعني حضرتك ختمت بخير كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، بشكرك الاستاذ عمرو من أحلى كلام قرآن الكريم. بشكركم مشاهدينا الكرام وفي أمان الله.